بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله، يعني بسبب الظروف اللي احنا فيها. تمام. فطبعا كان احنا لسه فاضلنا، لما احنا اتكلمنا، جزء الترانسفورمر اللي بعد الماجنتيك سيركت وجزء الجنريتور. فان شاء الله هنغطي النهارده الترانسفورمر بالشيت بتاعه، عشان نبقى كده احنا فاضلنا شيت واحد بس، هو الجنريتور، تحسبا بقى لاي ظروف ممكن تحصل، سواء لغوا بقى الترانسفورمر سواء لغوا الجنريتور. دي ان شاء الله يعني ايه مش مشكلتنا، لكن لحد دلوقتي الدراسات نقلت لي على الاونلاين زي ما انتوا عارفين، وبالتالي كل المنهج عليك، مفيش اي حاجه ملغيه لحد ايه لحد دلوقتي. تمام كده. اعتقد الدكتور محمد مجدي او يعني الدكتور نجات نزلوا جزء المحاضره، فاحنا ان شاء الله النهارده هنبدا في الشيت الترانسفورمر، ويتبقى لنا كده ان شاء الله باذن الله شيت واحد. هو شيت مين؟ هو شيت الجنريتور. طيب، في البداية مش هنسينا هنتكلم على الترانسفورمر. وانت فاكر قبل كده لما اتكلمنا على الترانسفورمر، احنا اتكلمنا على الترانسفورمر ان احنا كان في عندنا جنريشن. تمام كده، زي ما انت عارفين طبعا. معلش ايه، يعني انا بكتب بالماوس، فهتلاقي طبعا الكتابة صعبة جدا، ما عندناش امكانية ان في ايه في قلم ان هو ايه يكتب بالكلام ده. طب فانت فاكر ان كان في جنريتور، وبعد كده الجنريتور نقل لنا الايه الالكتريستي من خلال الترانسميشن لاين لمنطقه مين؟ لمنطقه التوزيع اللي احنا سميناها منطقه الايه، منطقه الديستريبيوشن. فاحنا نقلنا الالكتريستي بتاعتنا لمنطقه الديستريبيوشن، بس قلنا ان في لوسز كتيره، فاضطرينا ان احنا نحط هنا ايه يا باشمهندسين؟ ايوه فاكر، لما قلنا نحط هنا سب ستيشن من شيت 1، والسب ستيشن دي كان فيها زي ما انتم عارفين فيها ايه، فيها ترانسفورمر. تمام كده، فيها الايه، فيها الترانسفورمر. طيب، فدي الجزئية اللي احنا بنتكلم ايه، بنتكلم عليها جزئية الترانسفورمر. فالترانسفورمر زي ما انت عارفين هو جهاز، قلنا يا اما بيعمل لنا ستيب اب عند الايه، عند الجنريشن، فاكر عند الجنريشن، منطقة الجنريشن قلنا المطلوب مننا ان احنا الفولت بتاعنا يبقى عالي، عشان الاي، ها، عشان الاي بتاعك يقل، عشان يبقى في عندنا لوسز قليلة. لكن الكلام ده مش هينفعنا ناحية الديستريبيوشن، فاضطرينا ان احنا نعمل ستيب داون للفولت عشان نقدر نتعامل ايه، نقدر نتعامل معاه. زي ما انتوا عارفين الترانسفورمر الفكرة بتاعته هو بيعتمد على الميوتشوال اندكشن بتوين تو كويلز. يعني هيبقى في عندك برايمري كويل زي ما انت شايف، وفي عندك سكندري كويل. طيب، اول حاجة هتبدأ توصل السبلاي بالبرايمري كويل، فهيبدأ يطلع ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد دوت هيمشي في الماجنتيك كويل، يقطع التيرنز بتاعت السكندري كويل، يديك هنا طبعا، ها، تولد لك هنا انديوسد ايه، induced EMF زي ما انت عارف. تمام كده. طيب طيب احنا عايزين نقول ايه هنا؟ عايزين نقول اولا ان الترانسفورمر بتاعك هو ستاتيك ديفايس، ما فيهوش اي حركه، مش زي مثلا الموتور شغال او الجنريتور محتاج حركه، لا هو ستاتيك ديفايس. طيب، وانت عارف ان قانون فاراداي، قانون فاراداي كان ايه؟ كان بيقول لك والله ان الانديوسد اي ام اف المتولده كانت بتساوي سالب، صح، ها، ان دلتا ايه بالظبط كده، دلتا فاي على، ها، على دلتا، على دلتا تي. طيب، يبقى كان شرط اساسي ايه يا باشمهندسين؟ كان شرط اساسي تغير في المجال الكهربي. طب التغير في المجال الكهربي ده هيجي منين؟ عشان كده احنا الترانسفورمر اشتغل مع alternating current، تيار دايما متغير، ها، متغير في الشده ومتغير في الاتجاه، وبالتالي الماجنتيك فيلد بتاعك هيطلع متغير، وبالتالي كده الشرط بتاعك اتحقق. ماشي كده يا باشمهندسين. تمام. هتلاقي ان الكويل دوت هيحس بالكويل التاني عن طريق ان الكويل دوت اتوصل له سبلاي، فيطلع الماجنتيك فيلد يقطع التيرنس التاني، عشان كده هو قايم على الميوتشوال اندكشن بتوين ايه يا باشمهندسين؟ بتوين تو كويلز. طيب، الاستراكشر بتاعه زي ما الدكتور اتكلم في المحاضره، او الدكتور محمد اتكلم في المحاضره، هو بيتكون من برايمري كويل مصنوع من الكبر، وسكندري كويل مصنوع من الكبر، بينهم ماجنتيك كور. الماجنتيك كور خد بالك دوت بيبقى مصنوع من السوفت اير عشان البرمابيلتي تكون عاليه، وفي نفس الوقت بيكون معمول من شرايح عشان يقلل الاي دي ايه، الاي دي كارنت. دي شويه حاجات طبعا نظريه اعتقد ان انت عندك خلفيه بيها. تمام كده. ف معلش يعني 5 دقايق كده هنفصل، بس نشوف فيديو صغير، وبعد كده نرجع نكمل الجزئيه بتاعتنا بتاعت الترانسفورمر. What is the transformer? The transformer is a static device. It has mainly three parts. First is primary winding.
Second is secondary winding. And third is core. Now we describe, how does the transformer work? If alternating current supply is applied to the primary winding, the magnetic flux will set up in the laminated core. This magnetic flux cuts the secondary winding. And, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, it produces mutually induced EMF in the secondary winding. Let E1 equal to primary induced EMF, E2 equal to secondary induced EMF, and N1 equal to number of turns in primary winding, and N2 equal to number of turns in secondary winding. So, the voltage transformation ratio K equals E2 by E1 and equals N2 by N1. Thank you. This video present by electricalunits.com. طيب يا شباب احنا دلوقتي هنكمل الجزئية بتاعت الترانسفورمر زي ما احنا اتكلمنا تمام كده وهننقل على بداية بقى ازاي نحل المسائل والكلام ده. طيب اولا معادلة الانديوزد اي ام اف المتولدة عندك الاي ام اف سواء الاي ام اف اللي اتولدت في البرايمري او السكندري هتقول ازاي في البرايمري او السكندري تمام كده هقول لك زي ما انت هتشوف دلوقتي يعني لو انت رجعت دلوقتي للمعادلة لسوري الشكل دوت هتلاقي ان انت في عندك كارنت هيمشي هنا فالكارنت دوت هيتولد فيه ماجنتيك فيلد فالماجنتيك فيلد هيقطع الترن الزائد فيتولد هنا انديوزد اي ام اف هنسميها السكندري اللي هي E2 طب ما هو نفس الماجنتيك فيلد ده هيرجع يقطع نفس الكويل الاولاني فيتولد هنا انديوزد اي ام اف E1 دي المعادلة بتاعت الانديوزد اي ام اف زي ما انت شايفها كده اهي دي المعادلة الرئيسية بتاعتنا بتاعت الانديوزد اي ام اف سواء الانديوزد اي ام اف جنريتد في البرايمري كويل او جنريتد في السكندري كويل هي عبارة عن 4.44 في الفريكوانسي بتاع السبلاي في النمبر اوف تيرنز بتاعت الكويل اللي انت شغال عليه في الماجنتيك فيلد اللي خرج من عندك كقيمة عظمى طيب الماكسيمم فاليو للماجنتيك فلكس لاينز او الماجنتيك فيلد اللي انت عارف ان هي بتتقاس بالايه ايوه بالويبر هي عبارة عن الماجنتيك فلكس دينستي اللي هي بتتقاس بالايه بالتسلا في الكروس سيكشن الاريا بتاعتنا اللي هي بالمتر ايه بالمتر سكوير تمام كده طبعا ده الفريكوانسي بتاع السبلاي عندك اللي هو بتاع الالترنيتنج كارنت اللي انت شغال بيه تمام ودي النمبر اوف تيرن سواء بتاعه البرايمري كويل او بتاعه السكندري كويل وبالتالي هيبقى في عندنا قانونين قانون للبرايمري انديوسد اي ام اف قانون للسكندري انديوسد اي ام اف طبعا لو في اثبات هيبقى موجود في المحاضره لو مفيش اثبات يبقى الاثبات مش ايه مش عليك تمام كده طب بقى خد بالك ان ده اول كده قانون هنتعامل بيه او دول اول قانونين هنتعامل بيهم لازم تاخد بالك في الايه لازم تاخد بالك ان القانونين دول اول اتنين هنطبقهم ونحل ايه ونحل عليهم كويس جدا نخش على اول جزئيه عندنا هنشتغل على الترانسفورمر بقى والترانسفورمر في حاله ان هو ايديال ترانسفورمر ايديال ترانسفورمر شونسين يعني 100% افشنسي يعني مفيش اي نوع من انواع اللوسز مفيش اي نوع من انواع اللوسز يعني ايه يعني انت هنا نجلكت الريزيستنس بتاعت البرايمري ما خدتهاش في الاعتبار والريزيستنس بتاعت السكندري ما خدتهاش في الاعتبار طب اللوسز اللي كانت هتحصل في الماجنتيك فيلد اللوسز الاي دي كارد اللي كان هيحصل في الماجنتيك في الماجنتيك كور كل الكلام دوت انت ايه ما خدتوش معاك في الايه شونسين ما خدتوش معاك في الاعتبار الماجنتيك كور نفسه اهو اللي هو الشرايح اللي موجوده هنا ديت الماجنتيك كور انت ما خدتوش في الايه ما خدتوش في الاعتبار يعني انت عملت ايه نجلكت كل الكلام ده طيب في الحاله دي هنبقى ايه هتبقى قيمه السبلاي هي نفسها الانديوزد اي ام اف اللي اتولدت في البرايمري كويل وقيمه الجهد التيرمينال اللي هيروح لللود خد بالك ان ده الجهد اللي راح لمين يا شونسين ده اللي راح لللود تمام هيبقى هو نفسه الانديوزد اي ام اف 2 يبقى لما نقول بس ان الايه الترانسفورمر بتاعنا نو لوسز او ايديال ترانسفورمر هنساوي ان الاي بتساوي في 1 و E2 بتساوي V2 طيب لو رجعنا بقى للخطوة اللي ورا
معادلة الـ induced EMF. لو قسمنا المعادلتين دول على بعض هتلاقي الـ magnetic field قد الـ magnetic field، والـ frequency هو الـ frequency، ودي هي دي. يبقى احنا استنتجنا من هنا ان E1 على E2 هي عبارة عن N1 على N2، وبالتالي V1 قد V2 صح، يبقى V1 على V2. ده أول قانون موجود عندنا هنستخدمه في الايه، في المسائل. كويس كده اهو، ادي القانون موجود ايه موجود عندنا شباب، زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شايفين. طيب ايه تاني؟ مفيش لوسز، يبقى الباور اللي انت هتدخلها من السبلاي هي نفس الباور اللي هتخرج تروح لللود. مفيش اي نوع من انواع اللوسز، يعني الانبوت باور اللي هي الفي في الاي هتساوي الاوتبوت باور اللي هي الفي في الاي، بس الباور البرايمري في 1 اي 1 طبعا، النمبر اوف تيرنز بتاعته البرايمري 1، والسكندري هيوصل له في 2 اي 2، دي الباور اللي خرجت خالص يبقى الان 2. يبقى خد بالك ان بي 1 هي البرايمري باور، وبي 2 هي خد بالك هي السكندري باور. يبقى من هنا لو قلنا ان في 1 على في 2 بيقول لك ما ترجعش بايدك فاضيه بتوع الرياضه، يبقى اي 2 على اي 1. يبقى نشا لنا هنا كمان قانون، وكان عندنا هنا كمان قانون. يبقى احنا كده وصلنا للصيغة النهائية الأخيرة في حالة الـ Ideal Transformer. ممكن تطلع من هنا ثلاث قوانين، تاخد V1 على V2 equal N1 على N2، أدي أول قانون. ممكن تاخد V1 على V2 equal I2 على I1، ده قانون كمان. ممكن تاخد I2 على I1 equal N1 على N2، ده قانون تالت. دي بنسميها باشمهندسين يا إما الـ Turns Ratio أو الـ Transformation Ratio أو الـ Voltage Ratio اللي هي نسبة K. يبقى نسبة K هي أي نسبة من نسب التلاتة اللي حضرتك شايفهم دول معانا. طب هل ده في الحقيقه موجود؟ لا، في الحقيقه مش موجود، مفيش ترانسفورمر في الدنيا طبعا نو لوسز. لا، هيبقى ليه لوسز. ايه هي انواع اللوز اللي موجوده عندنا في الترانسفورمر؟ انواع اللوز يا باشمهندسين اللي عندنا في الترانسفورمر هتنقسم لجزئين. جزء اللي هو الكبر لوسز اللي هو في الوايندنج بتاعت الايه، بتاعت الكويل. ما احنا قلنا الكويل بتاع الترانسفورمر اهو، الترانسفورمر بتاعنا تمام كده. معلش بقى الرسم شويه بعافيه. بص ادي البرايمري وادي السكندري كويل، زي ما انتوا عارفين الكويل ده ليه ريزيستنس والكويل ده ليه ريزيستنس. يبقى فيه كبر لوسز بتمثل في الريزيستنس بتاعت الواير اللي هي اي سكوير في الار. طب دي بتعتمد على ايه يا باشمهندسين؟ دي بتعتمد على الكرنت، خد بالك، يعني بتعتمد على نسبة التحميل. يعني ايه نسبة التحميل؟ يعني الترانسفورمر دوت انت ممكن تحط عليه لود مستحمل 50% 30% 20% 70% 80%، تقدر تحمله يعني بالكلام ده. وبالتالي دي بتبقى متغيرة، بنسميها variable losses. خد بالك losses دي قيمتها ايه يا باشمهندسين؟ قيمتها ايه؟ متغيرة، بنسميها variable دي losses. طيب لكن losses التانية هي الـ iron losses. الـ iron losses معظمها يا باشمهندسين هي غالبا كلها خاصة بالماجنتيك كور بتاع الترانسفورمر، جزء الكور بتاع الترانسفورمر. جزء بيتكون من ايدي كارنت، السخونية اللي بتحصل في الماجنتيك كور نتيجة انه الماجنتيك فيلد اللي بيخرج بيقطع الماجنتيك كور نفسه، وبالتالي بيتولد في الماجنتيك كور اللي حضرتك شايفه ده كده ايه انديوزد كارنت. بيعمل له ايه؟ بيعمل له ايدي كارنت. وبالتالي الحل بتاعه ان احنا نحاول نعمله شرايح، زي ما انت عارف نحاول ان احنا نعمله ايه، شرايح. وبالتالي هتحاول تخف من الايدي كارنت، مش هتقدر ان انت تلغيه خالص. وبالتالي قللنا الايدي كارنت، وبالتالي بس لسه ستيل في لوسز نتيجه الايدي كارنت. طب النوع الثاني نوع الماتيريال، هيستريسز، بيسموها هيستريسز لوسز. الاثنين دول اولا في البدايه هما قيمتهم ثابتين، يعني ما فيهمش اي تغير خالص، يعني تقريبا بنقول ان اللوسز دي هي كونستانت لوسز، مش فاريبل لوسز، تمام. طيب وبالتالي الهيستريسز لوسز دي بتعتمد على التايب اوف ماتيريال، نوع ماتيريال ماجنتيك كور. عشان كده افضل حاجه كان بيقول لك هات السوفت ايرون، ليه؟ عشان البرميبلتي بتاعته تكون عاليه، وبالتالي اللوسز فيه اللي هي الميكانيكال لوسز او بيسموها الهيستريسز لوسز تكون ايه يا باشمهندسين؟ تكون قليله. يبقى انواع اللوس اللي عندنا في الترانسفورمر، في كبر لوسز، في ايرون ايه لوسز، دي قيمه متغيره لكن دي قيمه ايه؟ قيمه ثابته. وبالتالي من هنا اي ديفايس في الدنيا هتلاقي ان انت بتدخل له انبوت باور بيخرج لك منه اوتبوت باور. يبقى انت هنا بتدخل له انبوت باور بي انبوت، هيخرج له طبعا بي ايه؟ ها بي اوت. طبعا البي انبوت لا تساوي البي اوتبوت، لان في هنا زي ما انتم عارفين في هنا ايه، ها في هنا لوسز، تمام كده يا باشمهندسين، في هنا ايه لوسز زي ما انت عارف. وبالتالي البي انبوت هتتجزء على جزئين، جزء منها هيروح في اللوسز والجزء الثاني هيخرج للاوتبوت اللي انت تقدر تستفاد ايه، تستفاد بيه. وبالتالي
البي ام بتاعتنا هي البي اوت زائد البي بلس. امال ايه الافشنسي بتاع الترانسفورمر؟ اي كفاءه جهاز في الدنيا بتقيس لك انت خدت منه قد ايه على اللي انت دخلته. يعني سي مثلا انت دخلت 100 خرج لك 80، يبقى تقول والله كفاءه الجهاز ده هو 80%. لا خرج لي والله مثلا 90، يبقى كفاءه الجهاز ده 90%. تمام، يبقى اي افشنسي في الدنيا هي البي اوتبوت على البي انبوت، فهنشيل بس البي انبوت ونعوض عنها البي اوتبوت زائد البي اي لوس، يبقى دوت قانون الافشنسي بتاعنا. ليه؟ عشان دي هتفيدنا بعد كده في المسائل. هيقول لك ايه هي انواع اللوسز، هترجع تقول له والله في ايرون لوسز وفي كبر لوسز، في ايرون لوسز وفي كبر لوسز، يبقى هترجع تحط الايرون لوسز زائد ها الكبر ايه الكبر لوس، وهنبدأ هنشتغل على الجزئيتين دول لان هو دايما بيبقى مدينا البي اي البي اوت. كويس جدا، هنرجع تاني للافشنسي ديت، بس هنروح لايه جزئيه صغيره هنشتغل عليها وبعد كده هنرجع للايه للافشنسي التاني بالتفصيل. طب النقطه اللي احنا بنتكلم عليها هي الترانسفورمر في حاله النولود. خد بالك ان كل الكلام دوت مقدمه للشيت، زي ما احنا اتعودنا قبل كده في السكشن احنا بنعمل مقدمه بسيطه للشيت بشرح لك فيها كل الكلام، بعد كده بنعوض تعويض مباشر. يعني انت هتلاقيني في الشيت مش هتعب او يعني مش هاخد وقت كبير في حل الشيت، لا بقدر الامكان هقول لك ادي 1 2 3 مديني كذا معايا كذا هنقدر نحل على طول مفيش اي مشكله. فمعلش الجزئيه الاولانيه هتلاقي ان هي ايه فيها ايه فيها شغل شويه. طيب الترانسفورمر في حاله النولود، يعني ايه ترانسفورمر في حاله النولود؟ انا دلوقتي مثلا لو انت عندك شاحن، الشاحن ده بيبقى فيه ترانسفورمر صغير، لو جيت حطيت الشاحن مثلا في الكهرباء ورحت سمعت تسمع زنه، ازاي هو اصلا مش شغال؟ لا هو في الحقيقه شغال. ليه شغال؟ لان دايره البرايمري يا باشمهندسين مقفوله، خد بالك من الجزء ده مهم جدا. انت عندك فيه 2 كويل، كويل مفتوح اوبن سيركت وبالتالي ما بيوصلوش كارنت، انت مش موصله اصلا، لكن الدايره الاولانيه اصلا اهي مقفوله، يعني التيار بيمشي فيها وبالتالي بتسحب تيار. ده بنسميه ترانسفورمر اد نو لود، ان الترانسفورمر احنا مش محملينه. هل يا ترى بيسحب تيار ولا بيسحبش تيار؟ بيسحب تيار، بنسميه الاي نو لود، النو لود كارنت بيسميه اي نود. طيب يعني ايه؟ يعني هو ازاي اصلا الكارنت ده بيتسحب؟ اولا خد بالك ان الكارنت دوت دايره البرايمري مقفوله وبالتالي هيسحب تيار عشان يتغلب على الريزيستنس بتاعت الواير. ما هو كده كده اصلا الدايره دي مقفوله انت قافلها، وبالتالي التيار هيتسحب بس تيار قيمته صغير لانه ايه تقريبا الريزيستنس بتاعت البرايمري كويل بتكون صغيره، فاحنا بنعمل لها نجلكت. بس في جزء بيتسحب، في جزء بيتسحب صغير، صغير بنسميه الاكتف او الوركينج كومبوننت، بنسميه الاي دبليو. يبقى الاي دبليو دوت هو الاكتف كومبوننت اللي هيروح يستهلك في الريزيستنس بتاعت البرايمري كويل. طب والجزء الثاني؟ سؤال، هو مش دوت اي سي سبلاي متوصل بسولونويد زي ما اتخدنا قبل كده في الماجنتيك سيركت، مش هيطلع ماجنتيك فيلد؟ هيطلع ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد هيروح يقطع الناحيه الثانيه ويرجع ثاني، صح كده ولا لا؟ يبقى في جزئيه هتروح في الماجنتيك فيلد ولا لا؟ هنسميها الماجنتايزنج كومبوننت. يبقى الاي نود بتاعنا كده يا باشمهندسين بكل بساطه اتقسم بجزئيتين، جزئيه اكتف هيتغلب على الريزيستنس بتاعت الواير، وجزئيه تاني رياكتف او ماجنتايزنج كومبوننت عشان الماجنتيك فيلد اللي هيطلع ويروح يقطع الناحيه التانية. هتقولي طب ما هو الدايره دي كده مفتوحه، اقول لك ماشي ما بينيش دعوه، بس كده كده في ماجنتيك فيلد هيتحرك، في ماجنتيك فيلد عندنا ماله ماشي وعمال بي ايه عمال بيتحرك. كويس كده، كلام جميل جدا. طيب ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ المطلوب من حضرتك دلوقتي انك تبص معايا بصه سريعه على الجزئيه دي. يعني ايه ابص معاك بصه سريعه على الجزئيه ديت؟ الجزئيه دي الفيزور دايجرام او الفيكتور دايجرام في حاله النولود. ايه الفيزور دايجرام او الفيكتور دايجرام في حاله النولود؟ طب نرسمه ازاي او نبداه ازاي؟ اولا تعالى نبدا بالانديوس دي ام اف. قيمه الانديوس دي ام اف بتساوي يا باشمهندس بتساوي سالب ان دلتا فاي ايوه على دلتا تي. طيب ولو قلت لك ان الفاي ده جاي من ايه؟ جاي من اي سي سبلاي، يعني شكله عامل كده، شكله الترنيتنج. يبقى شكل السبلاي عامل ازاي؟ يبقى شكل السبلاي والله هو عباره عن فاي ماكسيمم، صح كده، ساين ايه ها ساين اوميجا تي، صح ولا لا كده يا شمسين؟ صح كده صح. طيب ايه رايك بقى لو انا حطيت الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلوكس ده هنا؟ مش هيتفاضل؟ هيتفاضل، تفاضل الساين هتطلع بايه؟ تطلع بكوزاين. يبقى دلوقتي الانديوزد اي ام اف بقت سالب قيمه ايا كان بقى لانه التفاضل اللي هيحصل بس مضروبه في مين؟ في كوزاين اوميجا تي. كلام كويس.
يبقى دلوقتي ايه الفرق بين الماجنتيك فيلد والانديوسد اي ام اف؟ ان ديت ساين وديت كوزاين. طب مين اللي سابق؟ لا والله الكوزاين بتبقى سابقه ب 90 درجه، لان احنا لما بنيجي نرسم بنرسم الكوزاين كده، يعني ده معناها ان الايه، ان الاي ام اف سابقه بس محطوط سالب، يعني هي متاخره، خد بالك صح كده. يعني كان المفروض لو هنرسم فيكتور هنرسم الاي ام اف اهي، والاي ام اف دي سابقه مين؟ سابقه الماجنتيك فيلد ب 90 درجه، لكن في الحقيقه عشان خاطر الانديوسد اي ام اف بتبقى سالبه فهنرسمها في الاتجاه العكسي. يبقى دي رسمه الانديوسد اي ام اف في الاتجاه العكسي، وادي الفاي هو اللي سابق مش متاخر. طب كلام كويس جدا. طيب الفي ده اترسم كده ازاي؟ خد بالك ان الانديوس دي ام اف بتبقى عكس السبلاي، ركز في النقطه دي صح كده، ان اي ام اف الموجوده هنا بتبقى عكس السبلاي، يبقى هتبقى عكس الاتجاه بتاعه على طول، عكس الانديوس دي ام اف. يبقى احنا في البدايه كده رسمنا ايه يا باشمهندسين؟ رسمنا الماجنتيك فيلد اهو، وسابقه الفي واحد، وعرفنا الفي واحد سابقه منين، هي لفه شويه، رسمنا الاول الانديوس دي ام اف، بعد كده قمنا استنتجنا منها مين؟ استنتجنا منها الفي واحد. طب كلام جميل. مين في اتجاه الفي واحد؟ خد بالك ان دي ريزيستنس صح كده ولا لا؟ طيب ايه اخبار الاي والار مع بعض؟ او سوري الفي اللي على الريزيستنس والاي اللي ماشي في الريزيستنس، تقول لي ان سيم فيز. طب مين اللي ليه علاقه بجزئيه الريزيستنس؟ هو الوركينج كومبوننت. يبقى هتلاقينا رسمنا في اتجاه الفي مين يا باشمهندسين؟ الاي دبليو. اشمعنى يا عم؟ عشان الاي دبليو ده بيمثل الباور اللي راحت في الريزيستنس. طب وايه اخبار الريزيستنس؟ الفي والاي ان سيم فيز. طيب كلام جميل. طب وجزئيه الماجنتايزنج ليها علاقه بمين؟ بالماجنتيك فيلد. يبقى كده هتبقى في اتجاه مين؟ هتبقى في اتجاه الماجنتيك ايه؟ الماجنتيك فيلد. ناخد الاثنين المحصله بتاعتهم مع بعض، الفيكتور سام يدينا ايه يا باشمهندسين؟ يدينا السبلاي اللي اتسحب، او الكرنت اللي اتسحب من السبلاي اللي هو الاي نود. يبقى في الحاله دي الاي نود هو الجذر التربيعي لايه؟ للوركينج كومبوننت تربيع زائد الاي ام تربيع. كلام جميل. طيب ايه تاني؟ دي الزاويه بين الفولت الكلي والاي الكلي. فاكر لما كنا بنجيب الزاويه بين الاي والفي كنا بنسميها زاويه ايه؟ صح كده، هي زاويه الباور فاكتور. يبقى كوزاين الزاويه دي خد بالك هو الباور فاكتور في حاله النو لود. طب يبقى دوت هو مين؟ هو اي كوزاين فاي. طب ده يبقى مين؟ اي ساين فاي. لما تحلل الجزء ده كده، هنا يبقى كوزاين، هنا يبقى ساين، يبقى نستنتج قيمه للوركينج كومبوننت اي نود كوزاين، والماجنتايزنج اي ايه؟ اي نود ساين. يبقى اللي يهمنا في الجزئيه ديت اللي انت فهمتها تمام كده، ويعني اتمنى يعني ان انت فهمتها تمام. اول حاجه ان الاي في حاله النولود ده القانون بتاعه، الوركينج كومبوننت تتجاب من القيمه ديت، والماجنتايزنج كومبوننت تتجاب من الجزئيه ديت. ما تنساش ان دوت هو جزئيه مين؟ جزئيه الباور ايه؟ الباور فاكتور. ماشي كده يا باشمهندسين؟ في مشكله كده في الكلام ده؟ كلام جميل. طيب نروح بقى نرجع لقصة الافشنسي، عشان قصة الافشنسي عندنا مطولة شوية. طيب مطولة من ناحية ايه؟ ركز كده معايا. طيب اول حاجة احنا قلنا الافشنسي هي البي اوتبوت على البي اوتبوت زائد البي لوسز، وقلنا اللوسز بتنقسم للايرن دي ثابتة، وقلنا الكبر بتعتمد على اللودينج. خد بالك يعني ايه؟ يعني بيتسحب قد ايه من الترانسفورمر؟ هل الترانسفورمر دوت بيقول لك مثلا هل الترانسفورمر دوت شغال في حالة الفول لود، ولا شغال في حالة مثلا الهاف لود، ولا الثري اوفر فور لود؟ تمام كده؟ خلاص ماشي، معلش سيبك من دي دلوقتي، دي هنتكلم عليها بعدين. طيب هل الترانسفورمر بتاعنا شغال في حاله فول لود، شغال في حاله هاف لود، شغال في حاله 3 على 4 لود، 75% يعني 80%، يعني ايه الكلام دوت؟ اولا البي اوتبوت ديت هتختلف، هتختلف من حيث ايه؟ اولا انا قلت لك يا عم معايا ترانسفورمر. كلام جميل، كلام كويس جدا. قلت لك والله الترانسفورمر دوت بيخرج لي في حاله الفول لود، في حاله الفول لود بيخرج لي مثلا 50 مثلا او 500 مثلا كيلو وات. طيب تفتكر في حاله الهاف لود هيطلع كام؟ اكيد هيطلع 250 يعني، صح كده ولا لا؟ طب في ثلاث ارباع هيطلع 75% في 500، صح كده ولا لا؟ تمام كده. يبقى لو انا شغال مثلا على ترانسفورمر الفول لود مثلا بتاعه 60 كيلو فولت امبير، ايه يا عم الكيلو فولت امبير دي؟ دي الاس الابارنت باور، ركز كده معايا تمام. طب انا عارف ان دي بي دي اكتف باور بتتقاس بالوات، يبقى ما تنساش ان الاكتف باور
لو انت خدت بالك البي كانت هي عبارة عن الفي في الاي، فاكر كوزاين، ها كوزاين سيتا اللي هي زاوية الباور فاكتور، صح كده ولا لا؟ يبقى دي كده الباور فاكتور، ولا لا دي كده على بعضها الباور فاكتور، يبقى مين الفي في اي؟ دي كانت الابارنت باور، يبقى نقدر نقول ان البي هي الاس في ايه، الاس في الباور فاكتور، صح كده ولا لا؟ تمام، يبقى دي اول حاجة هنستبدلها، هنشيل البي اوتبوت ونحط الاس في الباور فاكتور، يبقى البي اوتبوت هي عبارة عن الاس في الباور فاكتور. فين الاس دي يا عم؟ هدي الكيلو فولت امبير، يعني الباور في حالة الابارنت باور في الباور فاكتور. كلام جميل جدا. طب امال ايه بقى يا باشمهندس بعد اذنك، ايه الاكس دي؟ الاكس دي يا باشمهندسين هي نسبة التحميل، هي ديت اللودنج. دي نسبة ايه يا باشمهندسين؟ دي نسبة التحميل، يعني انت هتحمل قد ايه؟ هتحمل فول لود تبقى الاكس بواحد، هتحمل هاف لود يبقى الاكس دي بنص، هتحمل تلات ارباع لود يبقى الاكس دي بتلاتة على اربعة. يبقى احنا عرفنا دلوقتي نسبة التحميل هي قيمة الاكس، هل انت هتاخد التحميل كله ولا جزء منه؟ طيب كلام جميل. طب ده هل هيأثر على قيمة الأسس؟ عشان نبقى احنا كده عملنا ساتسفيكيشن لمين؟ للإفشنسي، خلاص استكفينا بيها ونقدر نحل المسألة بتاعتنا. لا، لمين ديت؟ دي الايرن لوسز اللي هي الهستريس والايدي كارنت، حضرتك قلت لنا ان هي ثابته. طب يا عم خلاص احنا عارفين ان ديت ثابته، ملناش علاقه بيها دلوقتي. امال مين الكبر لوسز؟ لا الكبر لوسز انت قلت لي ان هي عباره عن اي سكوير في الار. اه يعني انت قصدك ان هي بتعتمد على الكارنت، يعني بتعتمد على نسبه التحميل، صح كده ولا لا؟ تمام، اه صح كده. ازاي يا عم؟ تعالى كده نبص، احنا شغالين على هاف لود، هل انت هتسحب لو انت كنت شغال الكبر في حاله الفول لود؟ كنت هتقول ان هي ايه؟ عبارة عن الاي سكوير في حالة الفول لود في الار، صح كده ولا ايه يا باشمهندسين؟ صح كده يا باشمهندس. طيب انت قصدك تقول ايه؟ قصدي ان انا لما هحمل الكبر بص هاخد نص الاي. طب نص دوت لما تنزل التربيع هيتبقى الاي فول لود تربيع في الار، اللي هي الايه الفول لود القديمة اللي هي دي، بس اتضربت في كام؟ في ربع. خد بالك في الجزء ده، تمام كده، اتضربت في ايه؟ في ربع. يبقى لما تيجي تحسب عند لودنج جديد، خد بالك بقى الغلطه دي انا غلطتها عندي في الورق اهي، بص المفروض تبقى اكس تربيع نسبه التحميل متربعه، خد بالك من النقطه دي، عدلوها عندك يا باشمهندسين. باكد عليك تاني اهو الجزئيه ديت، ادينا نمسح كل الكلام اللي اتكتب ده كده، خد بالك دي المفروض تبقى اكس ايه، تبقى المفروض اكس تربيع، لان التربيع خرج بره اهو، دي المفروض قيمة الاكس مالها؟ قيمة الاكس تربيع. يبقى احنا كده عملنا قانون الافشنسي صح، مديك نسبة التحميل تعوض عليها، مديك الفول لود باور تعوض بيها على طول، باور فاكتور جيفن معاك، الاي دي سوري الدبليو اي اللي هي اللوسز الايرن لوسز ثابته، ده هيعتمد على اكس تربيع في ايه؟ في قيمة الكبر لوسز في حاله الفول لود. جت منين؟ جت من الحته اللي انتوا شايفينها ديت يا باشمهندسين. كلام جميل. بعد كده في جزئية أخيرة عشان نبدأ نخش بقى على حل الشيت بتاعنا. جزئية بيقول لك إيه؟ بيقول لك الجزئية ديت، طب أنا دلوقتي هل الترانسفورمر أفضل له إن هو نحمله على 50% ولا نحمله على 100% ولا 60 ولا 70 ولا 80 ولا 90%؟ قال لك في شرط إنك تحصل على الماكسيمم افشنسي، أقصى أو أفضل تحميل أو أفضل كفاءة للايه؟ للترانسفورمر بتاعك. ازاي يا باشمهندس؟ قال لك في كونديشن للماكسيمم افشنسي، ده اثبات اتعمل موجود عندك في مرجع سراجة لو انت عايز تشوفه، فوصل في الاخر ان عشان تحصل على الماكسيمم افشنسي لازم الفاريبل لوسز تساوي الكونستانت لوسز. يعني عايز تحصل على افشنسي ماكسيمم، يبقى الكبر لوسز لازم تكون قد الاير لوسز يا باشمهندس. طيب يعني الايرن لوسز قد الايه؟ قد الكبر لوسز، ده بيبقى كونديشن تحت الماكسيمم افشنسي. يبقى لما يجي لك في المساله يقول لك هات الماكسيمم افشنسي، اعرف على طول ان انت شغال ان الكبر لوسز قد مين يا باشمهندسين؟ قد الايرن لوسز. كلام كويس جدا. طيب يبقى نسبه التحميل دي في الحاله دي كام؟ يعني ايه نسبه التحميل يا باشمهندس في الحاله دي كام؟ يعني احنا لو جينا رجعنا كده، هل الكلام دوت هينطبق على الماكسيمم افشنسي؟ اه ممكن دي تبقى ماكسيمم، مفيش اي مشكله خالص، بس امتى؟ لما تبقى عارف نسبه التحميل كام. لما تبقى عارف نسبه التحميل ايه؟ نسبه التحميل كام. يعني ايه لما تبقى عارف نسبه التحميل كام؟
ركز معايا في النقطة دي. طيب تعالى كده بص معايا في الحتة دي، مش ده الاي اللي هيتسحب؟ هو اي تربيع في ار، ده اللود كارنت اللي هيتسحب من الايه، من الماشين بتاعتك، صح كده ولا لا؟ تمام. طيب الترانسفورمر يعني هيساوي مين؟ هيساوي الاير لوسز. يبقى الاي في الحالة ديت هقسم على الار واخد الجذر التربيع. طيب ايه رأيك لو ضربت فوق وتحت في اي فول لود؟ ما عملتش حاجة، ادي اي فول لود على اي فول لود. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز ادخل ديت جوه تحت الجذر باي تربيع، صح كده ولا لا؟ ما هي لما خرجت بره هتبقى اي بس، يبقى اي فول لود يخش جوه اي تربيع. في الحاله دي ايه ديت يا باشمهندسين؟ دي الايرن لوسز على الكبر لوسز. ما هي اي تربيع في ارضي كبر لوسز بس في حاله الفول لود، يبقى دي الكبر لوسز في حاله الفول لود، هتبقى هي جزء من الاي فول لود. يبقى التحميل بتاعنا الاي عند الماكسيمم افيشنسي هو الفول لود مضروب في النسبه دي. يعني من الاخر يا باشمهندسين هي دي نسبه التحميل بتاعت حضرتك، هي اكس. يبقى في حاله الماكسيمم افيشنسي لما يجي يقول لك احسب لي نسبه، انا والله مثلا عند الماكسيمم افيشنسي عايز اعرف نسبه التحميل قد ايه. يعني ايه نسبه التحميل قد ايه؟ يعني انا عايز اعرف انت خدت من الترانسفورمر قد ايه، الاس بتاعتك قد ايه. بتقول لي والله انت عندك الاس في حاله الفول لود، دي بديها لك جيفن، يبقى انت خدت منها قد ايه؟ خدت منها اكس. طب والاكس في حاله الفول لود دي كام؟ او سوري، اكس في حاله الايه ماكسيمم افيشنسي دي كام؟ هل هي 75%؟ هل هي 90%؟ هل هي 100%؟ هل هي 80%؟ لا والله انت بتروح تحسبها من خلال النسبه دي. يبقى دي نسبه التحميل عشان خاطر المسائل. يبقى لما اجي اقول لك في حاله الماكسيمم افيشنسي قول لي نسبه التحميل على طول، هي الجذر بتاع الايرن لوسز على الكبر لوسز بس في حاله الفول ايه، الفول لود. كبر لوس في حاله الايه، في حاله الفول لود. تمام كده يا باشمهندسين؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب ادي الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كان بيسالك على اللودنج عند الماكسيمم افيشنسي هيبقى كام. فوالله لقينا ان اللودنج عند الماكسيمم افيشنسي هو النسبه اللي حضرتك شايفها ديت. طب بس يعني يا سلام، اروح اعوض بقى في القانون. طب لو انت عايز دي ماكسيمم، يبقى النسبه دي هي مين؟ هي دي. نسبه الاكس دي هي مين؟ هي دي. طيب تمام، طبعا دي بتبقى اس، فضربناها في الباور فاكتور عشان تبقى اكتف باور. طيب بعد كده المفروض زائد اللوسز، واللوسز هي عباره عن ايه؟ الكبر لوسز زائد الايرن لوسز. هل الكبر لوسز دي الفول لود؟ لا يا حبيبي، الكبر لوسز بتساوي اي تربيع في ار، خد بالك من النقطه دي. طب والاي دوت هل هو الفول لود؟ لا، ده نسبه من الفول لود. نسبه من الفول لود قد ايه؟ يبقى انت هتقول لي والله ده اكس من الاي فول لود، بس هيبقى الكل ايه؟ كل تربيع في مين؟ في الار. طب والاكس دي مين؟ الاكس دي نسبه التحميل في حاله الماكسيمم افيشنسي اللي هي دي. يبقى في الاخر هتبقى هي عباره عن اكس تربيع، صح كده؟ في الاي فول لود تربيع في الار. يعني هي قد ايه يا باشمهندسين؟ يبقى هي المفروض اكس تربيع من الاي فول لود ايه؟ ار. ده لو انت عايز تحسبها يعني. طيب في الاخر احنا بنسهل على نفسنا دايما في المساله، بيبقى مدينا الايه الايرن لوسز، فمش دي قد دي في حاله الايه الماكسيمم افيشنسي، يبقى هستبدل ديت بايه؟ ب دبليو اي، واجمعهم الاثنين مع بعض يبقوا 2 دبليو اي. يبقى القانون ده اسهل حاجه تقدر ان انت ايه، تقدر ان انت تستخدمها. تعال نبص بقى على مسائل عشان نخلص الايه الجزئيه بتاعت الترانسفورمر. طيب ركز بقى كده معايا وصحصح. طيب اول حاجه بيتكلم على ترانسفورمر شغال على سنجل فيز. طبعا انت ما عندكش حاجه اسمها 3 فيز في ترانسفورمر في المنهج ده، تمام؟ خلاص، فانت كل اللي شغال عليه هو سنجل فيز. طيب ومدام ما اتكلمش في المساله، ما فيش افشنسي في المساله، فاحنا بنعتبره ايه يا باشمهندس؟ بنعتبره ايديال ترانسفورمر، بنعتبره ايديال ترانسفورمر. طيب بيقول لك والله السنجل فيز ترانسفورمر شغال على 50، ده الفريكوانسي، تمام؟ ريكواير تو ستيب داون فولت من كذا تو كذا، يبقى ده الفي برايمري، في واحد عايز اقلله لحد كام؟ 250، يبقى دوت في 2. كلام جميل. بيقول لك الكروس سكشن اريا بتاعت الماجنتيك كور. يعني ايه الكروس سكشن اريا بتاعت الماجنتيك كور؟ انت عندك ده الماجنتيك كور اللي هيمشي في الماجنتيك فيلد. لما الماجنتيك فيلد هيجي يمشي يا باشمهندسين في الماجنتيك كور، لازم تبقى عارف هيمشي فين بالظبط، تمام كده؟ خد بالك ان هو هيمشي في الحته اللي انت شايفها دي كده، في الاريا اللي انت شايفها دي كده، تمام كده يا باشمهندسين؟ لو معلش احنا ممكن نرسمه بشكل افضل شويه، معلش اهو
تمام كده خلاص. فادي الترانسفورمر بتاعنا تمام. فهتلاقي ان الاريا دي كده هو المفروض اللي بيمشي فيها الماجنتيك ايه الماجنتيك فيلد. الاريا اللي انت شايفها دي اللي هو هيطلع من البرايمري كويل يروح يقطع مين، يروح يقطع السكندري كويل. وهتشوف الكلام دوت في الفيديو هيبقى واضح اكتر تمام. يبقى دي الاريا. طب الاريا مدهاني ومديني معاها الماجنتيك فلكس دينستي، يبقى هو مديني كروس سكشن اريا ومديني الماجنتيك فلكس دينستي اكيد عشان اجيب منهم الفاي ام، لان احنا قلنا ان الفاي ام هو البي ام في 150 في الكروس سكشن اريا. بس ما تنساش الاريا دي بالسنتيمتر سكوير لازم تتضرب في 10 اس سالب كام؟ اس سالب 4. بيقول لك احسب النمبر اوف تيرنز بتاعه البرايمري، عايز ان 1 والسكندري عايز ان 2، عايز التيرنز ريشيو اللي هي ان 1 على ان 2 زي ما احنا قلنا. كلام جميل تمام. طيب اول حاجه عشان تحسب ان 1 وان 2، ان 1 وان 2 موجوده في قانون الاي الاي ام اف. طيب وقانون الاي ام اف فين؟ ادي الاي ام اف ايكوال 4.4 في الفريكوانسي في الفاي في ان 1. طب مين هي في اي 1؟ اي 1 هي في 1 ليه؟ عشان دوت نو لوسز. لو هو ما قالش انا بقول لك اعتبر ان هو ايديال ترانسفورم. يبقى احنا عارفين في حد الايديال ترانسفورم قلنا ارجع كده تاني للشرح هتلاقي ان قلنا اي 1 ايكوال في 1. يبقى احنا كده اي 1 معانا، اي 1 معانا بكام يا باشمهندس؟ ب 2200. طيب الفريكوانسي، الفريكوانسي معانا. طب الفاي، الفاي هيجي من البي في الاي. طب البي معانا بكام؟ بخمس. طب والاي لازم احولها واضربها، طلعت معايا حيث ان الفي 1 ايكوال في 2، اعوض تعويض مباشر اطلع ان 1 تقربها. يعني لو مثلا طلعت معاك كده لا تبقى 551، طلعت معاك كده لا طب تبقى 551. ما بنقربش للصغير، احنا بنقلب بنقرب لفوق على طول تمام كده. طيب نفس الكلام هنعمله في معادلة مين؟ نفس الكلام هنعمله في معادلة ايه؟ السكندري كويل 4.4 الفريكوانسي دي احنا جبناها وده احنا جبناها وقلنا ان دوت هيبقى هو مين؟ هيبقى في 2. تطلع من هنا ان ايه؟ ان 2. يبقى احنا كده طلعنا ان 1 وطلعنا ان 2. تيرنز ريشيو اقسم الاثنين ايه؟ اقسم الاثنين على على بعض. صعب كده يا باشمهندس؟ مفيش اي مشكلة خالص. ايه المسألة التانية؟ المسألة التانية بيقول لي في عندي ترانسفورمر السكندري باور بتاعته بالفولت امبير، خد بالك. يبقى دي مش بي، انا كتبتها غلط، المفروض ديت الاس تمام كده يا باشمهندس، دي الاس. وتبقى عارف ان الاس هي البي امتى؟ عشان هو قال في الاخر خالص ات يونيتي باور فاكتور. يونيتي باور فاكتور يعني كوزاين ها السيتا بكام؟ ايوه كوزاين السيتا بواحد. يعني البي هي نفسها مين؟ هي نفسها الاس. فيبقى البي هي هي الاس. كلام جميل، كلام كويس جدا. طيب يبقى الكلام دوت اتقال ات ايه؟ ات يونيتي باور فاكتور. يبقى احنا عارفين من الاخر ان ديت هي مين؟ ان ديت هي الاس. طيب بيقول لك 4400 على 500 يبقى دوت على طول بالترتيب كده دوت في 1 والتاني هو في 2 تمام؟ طيب كويس. بيقول لك هاز تيرنز، هو كان بيتكلم على مين؟ يعني دي التيرنز بتاعت مين؟ ارجع كده اسكندري او ذا سكندري كويل، يبقى دي ان 2 خد بالك تمام كده. يبقى دي ان كام؟ دي ان 2. يبقى ال ان 2 عندنا بكام؟ ال ان 2 عندنا ب 100. بيقول لك احسب لي البرايمري تيرنز، عايز ان 1. تعالى بقى كده ايه نمسح ونبروز، هو عايز ايه؟ هو عايز ان 1. ايه تاني؟ عايز الاي ام اف بير تيرن. يعني ايه الاي ام اف بير تيرن؟ يعني تعالى من معادله الاي ام اف، معادله الاي ام اف كانت بتساوي ايه؟ 4.44 في الفريكوانسي في الفاي ام صح كده في الان. يبقى هو عايز ايه؟ تقسم على ان. يعني ايه تقسم على ان؟ يعني تشيل الان من هنا وتحطها الناحيه دي. يبقى هو عايز الفاليو اللي انت شايفها دي. طب الفاليو دي متساويه للايه؟ للاثنين. يعني لو قلت ان واحد على ان ايه؟ اي واحد على ايه؟ على ان واحد هي نفسها بالظبط اي 2 على ان 2. يعني اللي هيجيبها كده صح ولا هيجيبها كده صح؟ دي صح ودي كده صح تمام كده. يبقى انت عرفت السؤال ايه او الجزئيه الثانيه اللي هو عايزها. هو عايز ان 1 وعايز الاي ام اف بير تيرن وعايز السكندري كارنت، عايز الاي ايه؟ الاي تو. طيب هل جاب سيره افشنسي؟ لا. يبقى نعتبر ان الترانسفورمر دوت هو ايه؟ ترانسفورمر ايديال، يعني مفيش لوسز. يعني نقدر نطبق الريليشن دي ان 1 على ان 2 ايكوال في 1 على في 2. طب ما انا اصلا معايا ايه يا باشمهندس؟ ها ارجع كده بص كده، انا معايا ايه؟ معايا في 1 يبقى دي معايا، معايا في 2 يبقى في 2 معايا، معايا ان 2 يبقى اقدر اطلع من هنا ان ايه؟ ان 1.
تمام. طيب لو انت عايز الايه الـ EMF بير تيرم، يا اما تقسم E1 على N1 او E2 على N2 على طول، الاثنين لازم يساوي بعض. بص انا جربت دي وجربت التانية، لقيت الاثنين بيساوي بعض. تمام كده. طيب اخر حاجة لو انت عايز الايه الباور، الاس بتساوي او الاي، الاس بتساوي في في اي. طب دي اس ايه؟ اس سكندري، يبقى في 2 اي 2. طب هو كان عايز سكندري كارنت، اه كان عايز سكندري كارنت، يبقى اي 2 ايكوال 500 في 1000 عشان هي بالكيلو، على 500 فولت اللي هو مديهم لك عندي اهو. تمام كده خلاص، قسمت وطلعت الاي بايه، ب 1000 امبير. اظن الكلام ايه واضح يا باشمهندسين. تعالوا مباشر، ركز بس في الفيديو واسمعه مره واتنين، هتلاقي الامور ان شاء الله ايه بسيطه، ما فيش اي مشكله. طيب هنخش على المساله اللي بعد كده. بيقول لك في عندي ترانسفورمر مديني كروس سكشن اريا، يبقى اول حاجه عندي مديني اريا، بيقول لك اوبريت على ماجنتيك فلكس دينستي، خد بالك دينستي ويبر برتس، يبقى دي البي. طب على طول نجيب من هنا مين؟ نجيب من هنا الفاي، يبقى الفاي بتاعنا هو البي في الايه، عوضنا على طول، يبقى ده كده مين؟ ده كده الماجنتيك فلكس لاينز اللي هو البي في الايه. طيب بيقول لك سبلاي على فريكوانسي، شغال على فريكوانسي، الفريكوانسي ب 50. بيقول لك لو والله لو السكندري وايندنج، يبقى ان 2 بالكلام دوت، عايز يحسب الاوتبوت باور. عايز يحسب الاوتبوت، يعني الاس اوت، يعني الاس سكندري. ليه قلت اس؟ عشان هو عايزها بالفولت امبير، يبقى كيلو فولت امبير، خد بالك. تمام كده. لما يكون اللود عندك بكام؟ لما يكون اللود عندك الامبيدنس بتاعته ب 4 اوم. بيقول لك نجلكت الايه الفولتج دروب، يعني اعتبره ايديال ترانسفورمر. يعني اعتبره ايه يا باشمهندسين؟ اعتبره ايديال ترانسفورمر. طيب اول حاجه عشان تحسب الاوتبوت باور، الاوتبوت باور هي في 2 في مين؟ في اي 2، صح كده؟ او هي اي 2 سكوير في الزد بتاعت اللود، او هي في 2 سكوير على الزد. مش هو عايز باور بس، الباور دي زد عشان خاطر ديت امبيدنس بس مش اكتر، لان اللود اللي هيتوصل عندنا بالترانسفورمر، ادي الترانسفورمر، الباور اللي هتروح للترانسفورمر من البرايمري كويل عشان تروح للسكندري كويل متوصله بالجهاز، الجهاز دوت عايزين نعرف هتروح له باور قد ايه، هو قايل لك الزد بتاعته بكذا. يبقى ابسط مثال تقدر تستخدمه ان الباور بتاعتك تتعوض بالقانون ده، في سكوير على زد. يبقى انا محتاج اجيب في 2. طب في 2 هي مين بالظبط كده؟ في 2 هي اي 2. طب واي 2 تتجمل انهي معادله؟ تتجمل المعادله دي. ده التفكير اللي انا فكرت بيه. هل معاك الفريكوانسي؟ معايا الفريكوانسي. هل معاك الماجنتيك فيلد؟ معايا البي والاي، ضربتهم في بعض بعد ما حولتها لان هي كانت بالسنتيمتر سكوير. طب الان معاك؟ اه الان معايا ب 66. عوضت تعويض مباشر، جبت مين؟ جبت الاي ام اف، وقلت عشان هو ايديال ترانسفورمر الفي هي نفسها الاي، فقلت ان الاس الاوتبوت هي نفسها اس 2 هي في سكوير على زد، طلعتها بس بالفولت امبير، هو كان عايزها بالكيلو فولت امبير، فقمت قاسم القيمه اللي طلعت دي قسمتها على 1000 عشان تبقى بالكيلو فولت امبير. صعب كده يا باشمهندسين؟ اظن الكلام واضح ومفيش اي مشكله خالص. خلصنا الجزئيه الاولانيه اللي هي كانت بتتضمن التيرنز ريشيو اللي هي ان 1 على ان 2 ايكوال في 1 على في 2 ايكوال اي 2 على اي 1، وبتتكون من جزئيه الانديوسد اي ام اف، الاي ام اف ايكوال 4.44 في الفريكوانسي في الفاي ام في النمبر اوف ايه؟ نمبر اوف تيرنز. طيب الجزئيه الثانيه الخاصه بالمسائل هي جزئيه النولود، الترانسفورمر في حاله النولود، يعني هنوصل الترانسفورمر في حاله ايه؟ في حاله النولود. تعالى كده وركز معايا نشوف هنتكلم مسائل بسيطه ما فيهاش مشكله خالص. رقم 4 المساله بتتكون من جزئيتين، اول جزئيه هنتكلم عليها الجزئيه رقم ايه لحد هنا. بيقول لك في عندي ترانسفورمر 2200 على 200، يبقى في 1 ب 2200 وفي 2 بكام؟ ب 200. بيقول لك اشتغل الترانسفورمر في حاله نولود، شغال اهوت في حاله النولود، فسحب تيار قد ايه البرايمري؟ مش احنا قلنا في حاله النولود ان الدايره بس اللي شغاله هي دايره مين؟ دايره البرايمري اللي شغاله بالاي سي سبلاي، لكن دايره السكندري اوبن مفتوحه، فدايره البرايمري هتسحب تيار، ارجع كده هتلاقيه سميناه اي ايه؟ سميناه اي نوت. سميناه ايه يا باشمهندسين؟ سميناه اي ايه؟ اي نوت. تمام كده؟ طيب يبقى احنا سمينا الكلام دوت سميناه ايه؟ اي نود. طيب يبقى في الحاله الاولانيه الاي نود عندنا بكام؟ الاي نود عندنا ب 6 من 10. بيقول لك اند ابسورب، يعني ايه؟ يعني البرايمري كويل بيابسورب الباور ديت. تمام. بيقول لك احسب لي الماجنتايزنج والايرن لوسز كارنت. طيب
الماجنتايزنج كارنت هو الاي ام. طب مين الايدم لوسز كارنت؟ بيسموه الاي برضو، اللي هو الوركينج كومبوننت، اللي هو بيروح في حاله الايه، بيروح في حاله الاكتيف ايه، الاكتيف باور بتاعتنا. طيب يبقى الوركينج كومبوننت او الاكتيف كومبوننت او الايرن لوسز كارنت هو مين؟ هو الاي دبليو. طيب عشان نجيب الاي ماجنتايزنج والاي دبليو، هو مديك حاجه اسمها باور. ايه الباور دي يعني؟ قال لك ان البرايمري بيابسورب، ابسورب الباور بالوات. انا والله اعرف ان الجزء اللي بيابسورب هو اي سكوير في الار، ده اللي بيابسورب. انا عارف ان الريزيستنس بتابسورب، لكن مفيش اي ماجنتايزنج او كويل او ماجنتيك فيل بيابسورب. لان احنا فاكر لما احنا قلنا، احنا قلنا في عندنا 3 اليمنت، في عندنا الار، في عندنا ال، في عندنا السي. الوحيد اللي بياخد اكتيف باور هو الار، لكن ده بيكونسيوم انرجي، سوري، ده بيستورد الانرجي ان فورم اوف ماجنتيك فيلد، وده بيستورد الانرجي ان فورم اوف الكتريك فيلد. يبقى الوحيد اللي بيكونسيوم انرجي هو الامين، الاي سكوير في الار. يبقى الباور ديت بقى مين اللي هيسحبها؟ اكيد الاكتيف او الوركينج كومبوننت، صح كده ولا لا؟ يبقى الاكتيف باور اللي هتتسحب من السبلاي هي الفي في مين يا باشمهندس؟ هي الفي في الاي. هتقول لي هو ده القانون الصح؟ اه هو ده القانون الصح. ليه؟ هو الاكتيف باور بتساوي ايه يا باشمهندس؟ الاكتيف باور بتساوي في في اي، صح كده ولا لا؟ في ايه؟ في كوزاين فاي. طب معلش تعالى ايه نكتبها على جنب كده هنا. خلاص، مش احنا قلنا ان الباور بتساوي ايه يا باشمهندس؟ احنا قلنا ان الباور زي ما انت عارف الباور بتساوي في اي، صح كده، كوزاين ايه؟ كوزاين فاي نوت، لان شغالين في حاله النولود، صح كده ولا لا؟ تمام. طب ده التيار الفولت الكلي والتيار الكلي المسحوب، يبقى ده كده على بعضه اسمه ايه يا باشمهندس؟ عشان كده انا عوضت بيه، ده كده على بعضه اسمه ايه؟ ارجع كده للقوانين هتلاقي ان اي نوت كوزاين فاي ده كان مين؟ ده كان الاي وركينج. يبقى انا استبدلت ده، حطيت اي وركينج، يبقى سهل ان انا اطلع من هنا الاي وركينج هي 400 على الفي 1 اللي هو بكام؟ ب 2200. يبقى انا كده جبت الاي وركينج. طب مش الاي نود، لو انت فاكر، مش قلنا ان الاي نود هو عباره عن الجذر التربيع لاي ام تربيع زائد ها اي وركينج تربيع، صح كده؟ مش انا معايا ده ومعايا الاي وركينج، اقدر اربع الطرفين وادي دوت الناحيه الثانيه واخد الجذر، هلاقي ان الاي ام طلع معانا بالريليشن اللي انت شايفها ديت. اقدر اطلع من هنا مين يا باشمهندس؟ اقدر اطلع من هنا قيمه الاي اي، الاي وركينج اللي هو طلبهم، الاي وركينج والاي ماجنتايزنج كومبوننت. تمام. تعالى ناخد المساله الثانيه اللي هي رقم بي. بتتكلم على ترانسفورمر. الترانسفورمر دوت 220 2200 على 200، يبقى دوت في 1 ودوت في 2. بيقول لك بياخد كارنت 500 عند باور فاكتور ات اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني نو لود برضه، يعني هو شغال في حاله النو لود، يبقى دوت حاله مو ايه؟ نو لود، مش كده يا باشمهندس؟ يبقى دي حاله ايه؟ حاله النو لود. بس هو مديك المره دي النو لود كارنت اي نود، مديك الباور فاكتور في حاله النو لود، مديك الباور فاكتور في حاله ايه يا باشمهندس؟ في حاله النو لود اللي هو مين المفروض؟ ايوه بالظبط كده، هو المفروض كوزاين، كوزاين فاي نود. تمام. طب كلام جميل. طب ما انا عارف اصلا لسه كاتب لي حضرتك ايه، ان الاي وركينج هو اي نود كوزاين فاي نود، خدت الاثنين ضربتهم في بعض، وكان الطالب اصلا الوركينج كومبوننت الاي دبليو والماجنتايزنج كومبوننت الاي اي الاي اي، صح كده ولا لا؟ تمام. الاي دبليو على طول هي الاي في كوزاين، جبته نفس القانون اللي بتاع فوق، جبت مين برضه؟ جبت الاي ماجنتايزنج. صعب كده؟ تمام. تعال نخش بقى على شويه ايه كلام مهم بقى، ركز بقى كده معايا. طب يا شباب نبص على المسألة رقم 5. تمام كده. المسألة رقم 5 بتقول ايه؟ بص كده ركز معايا. في المسألة رقم 5 بيقول لك في عندي 25 كيلو فولت امبير. 25 كيلو فولت امبير دي مش هنسين، دي الاوتبوت باور، خد بالك، دي الاكتف سوري الرياكتيف باور، سو الابارنت باور الاوتبوت، يعني دي كده الاس اوت. عرفت منين دي الاس اوت؟
او انا مش فاهم انت بتجيب ترانسفورمر عشان خاطر تستفاد من الباور بتاعته. يعني مثلا انا عندي تلفزيون مثلا، عندي شاحن، عندي ثلاجة، عندي اي حاجة، انا عايز جهاز الترانسفورمر اللي انا استخدمه دوت يخرج قد ايه. فلما يجي يقول لي ان 200 ان 25 كيلو فولت امبير، يبقى دي الاوتبوت باور، ترانسفورمر بيخرج لي الباور دي اللي بتبقى موجوده على النيم بليت. النيم بليت اللي هو بيبقى عندك اي جهاز انت بتجيبه، بقى بيكتب لك شويه حاجات كده، بيقول لك مثلا الكرنت بكذا والفولت بكذا مش عارف ايه بكذا وكذا وكذا. دي الحاجات اللي تتعداها، بيسموها الريتد باور او الفول لود باور. يبقى احنا استفدنا معلومتين، اول حاجه ان ديت اس 2 البي الاوت، تمام كده، او الاس الاوت. تاني معلومه ان هي الفول لود، دي انهي دي واحده، دي الفول لود اللي هو بي ايه اللي هو بيديها، تمام كده خلاص. طيب إيه ده الفولت او البرايمري وده السكندري ترانسفورمر، مديك الايرن لوسز والكوبر لوسز على الترتيب. يعني ايه على الترتيب؟ يعني اللي جه الاولاني مين؟ الايرن لوسز، يبقى الايرن لوسز ب 350 اللي هي الدبليو اي، يبقى الدبليو اي ب 350. والباور اللي جت بعد كده هي الايه الكوبر لوس، بس عند مين؟ خد بالك عند الفول لود، يبقى دي الفول لود كوبر لوسز مديها لك بكام؟ مديها لك ب 400. فلك احسب لي الافشنسي عند يونيتي باور فاكتور. يعني ايه يونيتي باور فاكتور؟ يعني الباور فاكتور بواحد، وعند هاف لود بكام؟ عند هاف لود بنص، يعني اللودنج بتاعتنا الاكس هتبقى بكام؟ هتبقى بنص. سيبك من اللي هيحسبه بعد كده، نبص عليه بعدين. كويس، يبقى احنا جهزنا كل الجيفن داتا معانا. ادي الاس الاوتبوت اللي هي الكيلو فولت امبير عند ايه؟ عند الفول لود. ادي الكبر لوز عند الفول لود، وادي الاينر بلوسز عند الفول لود. طيب نيجي نبص على قانون الافشنسي. ادي قانون الافشنسي يا باشمهندس. قانون الافشنسي هو تعويض مباشر. قيمه الاكس بكام؟ اللي هي قيمه اللودنج. قيمه اللودنج عندنا بكام يا باشمهندس؟ بنص، وقال لي عند هاف لود. طب الفول لود كيلو فولت امبير بكام؟ ب 25، اللي هي الاس 2 كيلو فولت امبير ب 25، تمام. الباور فاكتور بكام؟ بواحد، اللي هو قال لي يونيتي باور فاكتور. طب الكبر لوسز، هي الكبر لوس عند الفول لود؟ لا، احنا قلنا ان الكبر لوس مش هنسيب، بتعتمد على الكرنت، ركز كده، اي سكوير في الار، وبالتالي هي بتعتمد على اللود. فترجع كده للشرح اللي احنا قلناه، لا هتبقى اكس تربيع من الكبر فول لود، يعني دي نص تربيع في 400. والاير من في الاخر هي 350 ثابته، ما فيش اي ايه، ما فيش اي تغيير. يبقى ادي النص بتاعنا اللي هو الاكس، بعد كده ادي 25 كيلو فولت، بس ضربت في 1000، ولو ضربت في 1000 ليه؟ ادي 25 طبعا، دي هتبقى مضروبه في واحد، انا كده كده طيرتها، مفيش واحد يعني، تمام. بعد كده الكبر لوسز عند الايه الهاف لود هتبقى نص سكوير في الكام؟ في ال 400 على الايرون 300، تعوض طبعا مباشره. طيب ليه انا ضربت في 1000؟ ارجع كده للسؤال وتاخد بالك كويس، دي بالايه؟ بالظبط بالكيلو، ودي بالايه؟ بالوات. يبقى انت ما ينفعش لما تيجي تحول ديت لكيلو وات ومقاسم كيلو وات على وات، عشان كده خليتها كلها بالوات. خليتها كلها ايه يا باشمهندس؟ خليتها كلها بالايه؟ بالوات. يبقى انا كده هنا في الاخر دي بالوات ودي بالوات، فقمت ضارب دي في 1000، قمت ضارب دي في ايه؟ في 1000. طيب كلام كويس جدا. النص التاني من السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي اللود عند الماكسيمم افشنسي. يعني ايه اللود عند الماكسيمم افشنسي؟ ارجع كده للشرح بتاعنا، هتلاقينا ان احنا قلنا ان حالة اللود عند الماكسيمم افشنسي هي الفول لود مضروب في كام؟ في اكس بتاعت الماكسيمم افشنسي. يبقى احنا قلنا دي اكس ات ايه يا باشمهندسين؟ قلنا ات افشنسي ها ماكسيمم، قيمة الاكس بكام؟ اهي. يبقى انت هتاخد قد ايه من اللود؟ هاخد منه النسبة دي بس. هل النسبة دي 90%، 80%، 20%؟ انا معرفش. يبقى نحسبها ازاي؟ هي جذر الايرن لوسز على الكبر لوس في حاله الفول لود. يبقى اللود عند الماكسيمم افشنسي قد ايه من الفول لود؟ هو النسبه دي من الايه؟ من الفول لود. فقمت معوض طالب مباشر ومطلعها على طول. ارجع للشرح هتلاقينا قلنا الكلام ده بالايه؟ بالتفصيل. خش على اخر مساله عندنا في الشيت. مساله بتتكلم عن 500، يبقى ال 500 دي ايه يا باشمهندس؟ ها بالظبط كده، يبقى دي الاس 2 على طول، دي الاس الاوت، تمام. ترانسفورمر هاز دي كام؟ ها مدي 2500 ايرن لوس. ايه رايك ممكن نخليها 2.5 كيلو وات؟ لو انت حابب مثلا الموضوع يبقى سهل من غير ما تحول عادي، يبقى دي كده 2.5 كيلو وات. طيب عند كام؟ عند كبر لوس 7500، عند دي اللي تهمني، عند الفول لود. يبقى دي
الكبر لوسز عند الفول ايه الفول لود. ممكن لو انت عايز تقسم تخليها 7.5، ها 7.5 كيلو ايه كيلو وات. تمام كده، عايز تسيبها زي ما هي زي ما انا كنت سايبها عادي، بس هنضطر ان احنا نضرب دي في كام، نضرب دي في 1000. تمام كده، تمام كلام كويس جدا. بيقول لك احسب لي الافشنسي، عايز الافشنسي عند الفول لود مره، وعند الهاف لود مره، عند باور فاكتور مره بواحد، وعند باور فاكتور مره. يبقى احنا هنشتغل عند الفول لود يعني الاكس بكام يا باشمهندس، يعني الاكس بكام بواحد. امتى؟ مره الباور فاكتور هيبقى بواحد، ومره هيبقى بتمانية من عشرة. يبقى كده اشتغلنا عند فول لود يعني الاكس بكام، الاكس بواحد نسبه التحميل يعني، عند باور فاكتور مره بواحد ومره بكام بتمانية. نفس الكلام هنعمله لمين؟ للهاف لود. نفس الكلام هنعمله للايه؟ للهاف لود. بص على القانون بتاعنا، القانون بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله ان قانون الافشنسي الافضل، خلينا نرجع للاحسن ده بس انا معوض على التعويض المباشر، يعني اللي هو ده، ادي قانون الافشنسي في حاله لو انا شغال فول لود. لو انا شغال فول لود يعني الاكس دي بكام؟ بواحد. والاكس دي بكام؟ بواحد. يبقى اللي دي بكام؟ بواحد. يبقى نفس الكبر لوسز هي الفول لود عادي، مفيش مشكلة خالص. يبقى هتلاقي دي انا معوض عنها بكام؟ 7500، ودي معوض عنها بكام؟ كام كانت؟ 4000 ولا 3500؟ 2500. يبقى 2500. طب الباور فاكتور بكام يا هندسة؟ اه ده بواحد الباور فاكتور، احنا قلنا في الحالة الأولانية بواحد. طب المسألة التانية أو الجزء التاني عايز عند الفول لود بس عند باور فاكتور بكام؟ 8 من 10. يبقى احنا هنلغي الباور فاكتور بواحد، كل اللي احنا هنعمله ونعوض بكام مكان الباور فاكتور ب 8 من 10. نعوض بكام مكان الباور فاكتور ب 8 من 10. تعال نبص كده عشان ما ننتهش من ايه، من بعض اهو. الحالة الأولانية عند الفول لود يعني انا خدت الفول لود خدتها كلها، يعني المفروض دي كانت تضرب الاكس بكام؟ بواحد. ودي كانت تضرب الاكس بكام؟ بواحد. وخدت الكبر عند الفول لود، خدت الكبر عند الفول لود 7500، وادي الايرن، وادي باور فاكتور واحد. ايه اللي اتغير في ده؟ تحت نفس الفول لود بس الباور فاكتور هيبقى 8 من 10. يبقى ضربت دي في 8 من 10، ضربت دي في 8 من 10، وما جتش جنب دي وما جتش جنب دي، عوضت وجبت الافشنسي بتاعي. طب النقطة التانية هنشتغل عند الهاف لود. هاف لود يعني اكس بنص، صح ولا لا يا باشمهندس؟ يعني الاكس بكام؟ الاكس بنص. مرة هنشتغل عند باور فاكتور بواحد، ومرة هنشتغل عند باور فاكتور بكام؟ بتمانية من عشرة. تمام كده اهو، بص كده اهو، ادي نسبة التحميل، وادي الباور فاكتور من البي اوت بالكيلو فولت امبير. خد بالك دي الاس اوت، دي الكيلو فولت امبير. يبقى دي ديت الكيلو فولت امبير بتاعنا، حولناه ليه؟ حولناه عشان دي كانت بالوات، انا سبتها بالوات. خد بالك انا دي خليتها 5500 في كام؟ في 1000. ليه؟ عشان دي بالوات ودي بالوات ودي بالوات، فاقسم وات على وات عشان الافشنسي تطلع صح. تمام كده؟ طيب يبقى عوضت، قلت والله انت بتتكلم على هاف لود يعني التحميل بتاعك بنص، ادي نص الباور فاكتور بواحد في الحاله الاولانيه في 500000، 500000 في النص التحميل. اه بس خد بالك دي كانت كبر نص في اكس تربيع، يبقى انا ربعت النص بقى بكام؟ بقى بربع، والاي ال دبليو اي ثابته زي ما هي، طلعت الباور بتاعتي. طب هو عايز نص تحميل بس عند باور فاكتور كام؟ 8 من 10. ادي 8 من 10 باور فاكتور، نص التحميل 8 من 10 باور فاكتور، نص التحميل، ادي نص التحميل اللي هو بقى اكس سكوير زي ما انت شايف. كده احنا خلصنا الشيت بتاعنا مش منسين. تعالوا نباشر، اي حد عنده اي استفسار يتكلم مندوب الدفعه او يكلمني على الفيسبوك، او عايزين تعملوا جروب مع بعضكم، انا ما عنديش اي مشكله خالص. تمام، حد عنده مشكله في الشرح، حد عنده اي استفسار، انا معاك ما فيش اي مشكله، تحت امركم. وربنا يوفقكم ان شاء الله، واتمنى لكم ان شاء الله ان ايه الامور دي تعدي على خير، وكل واحد يعني ايه ياخد باله من نفسه وياخد باله من غيره، يعني صحته وصحه نفسه وصحه غيره واهله. فيا ريت بس تقلل الاختلاط مع الناس، وندعي كده ان ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ان شاء الله، وربنا يسترها، وان شاء الله هي ازمه وهتعدي على خير باذن الله. ماشي يا باشمهندسين، اي استفسار انا معاكم لحد ان شاء الله ما ننزل الشيت بتاع الجنريتور. شكرا، سلام.